احسن. لكن الحين كلاعب انت ايش الذكريات الحلوه اللي كمباريات او مع انديه مثلا مع الهلال مع النصر مع الاتحاد؟ تعرف كانوا هم اكثر الانديه اللي ممكن انتم تتنافسون معهم. لا 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 كذا تظلم النادي الاهلي والاهلي. اسف الاهلي الملك الاهلي انا اقصد الملك الاهلي هو من علمنا فن وطرب الكره السعوديه، هذه حقيقه. يعني شاء من شوابه من ابا، هذا واقع وملموس عند المنصفين. هذا واحد. اثنين، نادي الاهلي ونادي النصر عقدا من الزمن هم في المنافسه على بطولات المملكه العربيه السعوديه، وعندما اعترف الاتحاد الدولي بالاتحاد السعودي لكره القدم عن طريقها الناديين، النادي النصر ونادي الاهلي، وكان حتى في مباريات قديمه كان في مذيعين يطلعون يعني يتكلمون يقولون ما في الا الناديين هذه امام الملوك وامام المسؤولين وامام الجماهير. فصار في حركه من الامير فيصل رحمه الله وعمل الدوري التصنيفي وكذا، صار فيها خلط الظاهر ان الدوري التصنيفي او بس الظاهر ان الدوري فالدوري التصنيفي هو عمل خلط على اساس انه يصير ترتقي الانديه الاخرى مع النصر والاهلي. هذا واقع، حتى لو يمكن كلامي هذا ما هو مرغوب للبعض، لكن هو التاريخ، التاريخ يتحدث. وأنا اللي حز في نفسي كثير عندما نزل النادي الأهلي إلى الدرجة الأولى تشمتت ناس كثر، وللأسف وأخص هنا من الأخوة الهلاليين، والله وبالله وتالله كان للأمير عبد الله الفيصل مواقف مع الهلال، لولا عبد الله الفيصل لكان ألقاب بين النصر والهلال شيء لا يصدق. ولكن هو من عمل المعادلة، وهو من عمل الدعم اللوجستي والدعم المالي في مع خالد بن يزيد في قضية ريفالينو، وهو من سدد بحضور الأمير هذلول بن عبد العزيز عندما طلبوا يسدد باقي التزامات ريفالينو، وأرسل لهم جميع اللاعبين اللي يأتون من الغربية إلى الوسطى يرسلهم للنادي الهلال على أساس يعمل معادلة الهلال ينهض بالهلال. ولكن كان الفرق شاسع حقيقة. والآن يأتي من يتشمت في الأهلي، هذه يعني لا تقبل، والأهلي قيمة وقامة والله انصاف في الكرة السعودية.